الخطبة الأولى من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. احمد الله عز وجل أيها المتصدق أن وفقك الله للصدقة وأن يسر لك من تتصدق عليه. واحمد الله إذا وافقت الصدقة محلها فكان فقيرا، ولو كان فقيرا وصالحا كان أعظم، ولو كان مريضا كان أشد أجرا، وكلما كانت هناك منافع أخرى يستفيد منها. لا تمتن على الآخرين بما تعطيهم، فالفضل لله عز وجل. بقية الحديث وبقية الخصال نتذاكرها إن شاء الله في الجمعة القادمة. خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 28 من شهر ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتذكر في هذا المقام المبارك صفات قوم أو وعيد قوم اختلفت معاصيهم واتفق وعيدهم، وهم الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ورد ذكرهم في آيات وأحاديث، ومجموعهم
13 صنفا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. في هذا الحديث قوله لا يكلمهم الله فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم وهو متكلم موصوف بالكلام، ويتكلم بما شاء ومتى شاء. والأدلة في كلام الله كثيرة، منها ما جاء في شأن الصلاة في قراءة الفاتحة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والأدلة كثيرة في ذلك، وفيه إثبات النظر لله عز وجل كما دل هذا الحديث عليه، أن الله ينظر إلى عباده فينظر إلى المؤمنين نظر رحمة، وينظر إلى الكافرين نظر عذاب، ويحرمون من نظر الرحمة كما يحرمها أيضاً بعض العصاة. هذا إضافة إلى النظرة العامة، فليس هناك أحد يغيب عن نظر الله عز وجل. فالله عز وجل لا يكلم هؤلاء الثلاثة كلام رحمة، وأما كلام السخط وكلام الغضب فقد وجد كقول الله عز وجل: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وهكذا قول الله لبعض خلقه في أرض المحشر:
اليوم أنساك كما نسيتني. فالكلام الذي يحرمه هؤلاء الثلاثة ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله كلام رحمة، وإنما يكلمهم كلام سخط وعتاب وغضب، نعم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة. ثم قال: ولا يزكيهم، لا يزكيهم في الآخرة كما لم يزكوا أنفسهم في الدنيا. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال: قد أفلح من زكاها، وقال: فمن تزكى، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. والمراد بالزكاة أنه يعمل بطاعة الله ويترك معصية الله فيزكو، أي يطهر ويبارك فيه. فإن تزكى الدنيا زكاه الله في الآخرة، وإن لم يتزك في الدنيا لم يزكه الله في الآخرة، فلا يطهره الله من ذنوبه، ولا يثني عليه، ولا يكرمه، بل يجعله باق على ذنوبه التي يستحق العقوبة عليها. المقصود أن هؤلاء الثلاثة هذا حالهم. فلننظر من هم هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. توعدهم بهذا الوعيد الذي هو من أربعة أشياء: نفى الكلام ونظر إليهم والتزكية، وتوعدهم بالعذاب الأليم، أي المؤلم الذي يجدون ألمه في أبدانهم وفي نفوسهم. قال: شيخ زان، أي رجل كبير في السن قد شاب شعره ويقع في الزنا. والأمر المشترك في هؤلاء الثلاثة أنهم عصوا الله متكلفين للمعصية مع عدم وجود دواعيها فيهم. فهذا شيخ زان، رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن، قد بردت الشهوة عندهم، فليس هناك دوافع تدفعهم إلى الزنا، وإنما يتكلفونه تكلفا، فهم قد كبر سنهم وضعفت أجسامهم ووهت أركانهم، فليس عندهم شيء يدعوهم إلى الزنا. وكونه يزني وهو في هذا السن وهو بهذا الضعف وهو بهذا الحال، فهذا دليل على كثرة شره وعلى عظم الفساد الذي في قلبه. فهو حريص على إفساد الآخرين، حريص على نشر الشر، يتعمد الإفساد تعمدا، ولو دافع نفسه لاندفع، ولو أبعد نفسه عن الشر لاندفع، ولكنه جاهد نفسه على أن يفعل المعصية كما يدافع الصالح نفسه على ترك المعصية. فهذا وقع في الزنا، وليس معناه أن الزنا حلال للشاب، بل هو حرام عليه، ولكنه في هذا الشيخ الزان أشد حرمة، لأنه تكلفه تكلفا، ولأنه دل على رغبة منه على إفساد نساء الناس وبناتهم. الثاني ملك كذاب، والسبب في أنه استحق هذا الوعيد أنه في منصب ليس في حاجة إلى الكذب، فهو يقول الصدق
لا يبالي بأحد، فعنده القوة وعنده الرفعة، والكلمة كلمته والقول قوله، ليس هناك ما يدعوه إلى الكذب. بينما كثير من الرعية قد يحتاج الكذب خوفا من فلان أو رغبة في كذا، وإن كان حراما عليهم، إلا أنه في حق الملك الكذاب أي الوالي الذي له منصب، الكذب في حقه أشد حرمة، وذلك بكثرة وعوده للآخرين: سأفعل لك كذا، وأعطيك كذا، وأدفع عنك كذا، ونحو ذلك. فهو يكذب على الناس كذبا بما يعطيهم من الوعود، وهو فيها غير صادق، وهو فيها غير جاد، فدفع نفسه إلى الكذب وهو غير محتاج إليه. فهذا دال على أنه ليس المراد بالكذب عنده شهوة دفعته إلى أن يقول ما قال، وإنما الدافع له غشه لرعيته، وعدم النصح لهم، وعدم حبه لهم، وعدم الخير لهم، وعدم الصدق في القيام بما يحتاجون إليه وبما هم لا يستغنون عن راعيهم فيه، فمشى مراداته عليهم بالكذب والعياذ بالله، فاستحق هذا الوعيد. الصنف الثالث: عائل مستكبر. والمراد بالعائل هو الفقير، والسبب في استحقاقه هذا الوعيد أن دواعي الكبرياء ليست موجودة فيه، فإنما يتوقع الكبرياء من الأغنياء، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمتوقع من أهل الثراء والرياء أن يكونون متكبرين، وإن كان الكبر حراما عليهم، إلا أنه في حق هذا أشد حرمة والعياذ بالله، لأنه فقير، فالمتوقع منه أن يتواضع. هذا الفقير المستكبر، هذا الفقير المستكبر دل على أن في نفوسه، دل على أن في نفسه كمائن شر كبيرة. فالله أعلم، لو ابتلاه الله بالغنى ماذا سيصنع؟ فإذا كان هذا حاله وهو في حال الفقر، فكيف يكون حاله وهو في حال الغنى؟ والكبر معشر المسلمين كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق أنه إذا عرضت عليه الأدلة من الكتاب والسنة كرهها ورفض قبولها، وانعدم منه الاستجابة لما فيها من الأوامر والنواهي، وإذا نصحته أو وعظته لم يقبل النصح، بل يظل شامخا مستكبرا غير قابل لما تعطيه من النصائح والتوجيهات. وهكذا معشر المسلمين يكون عنده ازدراء للآخرين واحتقار للآخرين، يحتقر هذا ويحتقر ذاك. فأنت وأنت إنسان مثله، إذا رأيته لا تحب أن تنظر إليه لما فيه من الشموخ والكبرياء، فتكرهه وتعرض عنه. فلهذا كانت العقوبة من الله عز وجل أشد عليه في ذلك بقوله: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء ثلاثة اتفقت معصيتهم في شيء واحد، أنهم عصوا الله عز وجل بمعصية افتقدت دواعيها فيهم
وتكلفوها لما في نفوسهم من كمائن الشر. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كررها أو قال قرأها، في الرواية قرأها بمعنى كررها ثلاث مرات. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. زادهم أبو ذر ثنتين، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعندهم أربع بنص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وخابوا وخسروا، هاتان من أبي ذر، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خيبتهم وعلى خسرانهم. فمن هؤلاء الثلاثة؟ قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أما المسبل إزارة فهو الذي ينزل إزاره إلى تحت الكعب، كما جاء في الحديث في الأحاديث الأخرى. والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، يفصل بينه وبين القدم، هذا هو الكعب. ولا حظ للكعب في الإزار، بل يكون الإزار فوق الكعب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا بأس فيما بينها وبين الكعب. وجاء في الحديث الآخر: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا. وجاء في حديث جابر بن سليم: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. والمراد بالإزار كل ملبوس، سواء كان ثوبا أو إزارا، وهو الذي يسمى المقطب، ويدخل في ذلك البنطلون والسراويل والمشالح، كلها تدخل في ذلك، لا يجوز إنزالها عن الكعب. وادعى قوم أن ذلك التحريم لا يكون إلا إذا كان بقصد الكبرياء، لما سمعتم في الحديث: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا. ولكن إسبال الإزار يعتبر لبس أهل المخيلة، كما في حديث جابر بن سليم الذي سمعتموه: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة.
فإن قصد الخيلاء والكبرياء صار الخيلاء داخل قلبه وعلى بدنه، وإن لم يكن عنده كبرياء صار الكبرياء في ثيابه. فهذا لبس أهل المخيلة. واستدل بعضهم بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده، لأن أبا بكر كان قليل لحم البدن فكان إزاره ربما نزل، فهل أنا ممن جر إزاره خيلاء؟ قال: لست منهم. يعني أنه لم يكن متعمدا أن ينزل إزاره عن الكعب، فشخص زكاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو ألصق تلك التزكية بي وتلصقها بنفسك؟ ليس لنا الحق في ذلك. وأيضا، هل الذي يسترخي إزاره من غير عمد ويتعاهده كالذي يشترط على الخياط أن ينزل المتر عند المقياس إلى ما تحت الكعبين؟ هيهات، لا مقارنة. ولو قدر أنه جاء لاستلام ثوبه وكان قصيراً فوق الكعب رده إلى الخياط، هل هذا حاله كحال أبي بكر الذي كان يتعاهده إذا استرخى؟ هيهات. كذلك بعض الناس يستعمل الحزام أو الجنبية، فإذا خلعها نزل ثوبه إلى تحت الكعب، فإذا نصحته قال: أنا ألبس الحزام أو ألبس الجنبية، هل ستظل هذه الأحزمة على بدنك طوال الوقت؟ فسيظل عاصيا لله مرتكبا لكبيرة مدة ما ينزل ثوبه إلى ما تحت الكعب. وهكذا ما يلبسه الناس من ثياب النوم فيظل في بيته مسبلا لثوبه هي معصية، سواء كانت في البيت أو خارج البيت، فإنها تكون معصية لله عز وجل. وهكذا يصلي في بيته ويمشي ويدخل ويخرج وثيابه طويلة، كل ذلك محرم. فلهذا عود نفسك الثياب القصيرة وأرح نفسك من هذه المعصية الكبيرة، لأن هذا الوعيد المكون من أربعة توعدات هذا دليل واضح على أن هذه المعاصي من الكبائر. لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكي وله عذاب أليم. فهذا دليل على أن هذه المعاصي كبائر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال: والمنان. المنان هو الذي يعطيك ثم يمن عليك ويقول: أنا أعطيتك، أنت لا يصنع فيك المعروف، أنا فعلت لك، أنا أعطيتك كذا. هذه المعصية فيها الوعيد المذكور المكون من أربعة، ثم خامس وسادس من أبي ذر: لا يكلمه الله يوم ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم وخاب وخسر. زاده الله واحدة في القرآن الكريم للمنان على وجه الخصوص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأصبح ما بذل ولو الملايين ليس له فيها حسنة واحدة إذا قام يمتن على من أعطاه، فبطلت صدقته وذهب أجره
وأخذ هذا الوعيد الكبير الكثير. احمد الله عز وجل أيها المتصدق أن وفقك الله للصدقة، وأن يسر لك من تتصدق عليه، واحمد الله إذا وافقت الصدقة محلها فكان فقيرا، ولو كان فقيرا وصالحا كان أعظم، ولو كان مريضا كان أشد أجرا، وكما كانت هناك منافع أخرى يستفيد منها صاحب المال الذي أخذ المال كان أجرك مضاعفا. احمد ربك، لله المنة عليك أن أعطاك، ولله المنة عليك أن وفقك للصدقة. فهناك أناس ما أعطاهم الله مالا يتمنون أن لو كان عندهم مال يتصدقون به، كما قال بعضهم: النفس تطمع أن تكون سخية والفقر يمنعها من الإنفاق. هناك أناس ما أعطاهم الله مالا ويتمنون أن يتصدقوا، ولكن ما عندهم ما يتصدقون به. وهناك أناس أعطاهم الله ولم يوفقوا للصدقة، فأنت إذ أعطاك الله وإذ وفقك للصدقة احمد الله على ما أعطاك، واحمد الله على توفيقه إياك، ولا تمتن على الآخرين، لا تمتن على الآخرين بما تعطيهم، فالفضل لله عز وجل. بقية الحديث وبقية الخصال نتذاكرها إن شاء الله في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، واهدنا سبل السلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا واهد آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا ومن يلينا، واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.